جيت هنا لأحكي لكم حكاية نسمعها من البداية إلى النهاية. طفولتي، عشت طفولة حلوة مرحة لولا إن الأقدار خطفت مني أبي ومرضت أمي. كيف أنا في مرحلة أساسي ابتدائي خرجت من المدرسة ودخلت سوق العمل مبكرا وأنا في 14 من عمري، لأعيل هذه الأسرة أم وسبعة أطفال يتامى. ولأني نؤمن أن العلم نور، هل أبقي على الشهادة الأساسية؟ لا والله، أنا عندي طموح، نلت الشهادة الثانوية بتفوق عبر الانتساب، دخلت دورات عدة حتى تحصلت على الشهادة الدبلوم رياض الأطفال. إخوتي لابد أن أعلمهم، ربيتهم أحسن تربية وعلمتهم إلى الثانوي إلى الدبلوم إلى البكالوريوس. ولكن بكفاح مرير. طيب ما حد قال لي وعملتي وفراشة ولا إيش عملتي؟ عملت معلمة ثم مربية ثم موجهة في رياض الأطفال، وأنا أول كادر نسوي يتحمل التوجيه التربوي بمحافظة حضرموت في ظل مجتمع لا يسمح للفتاة بالخروج إلى الأرياف. بعدها طرق بابي ضيف ثقيل الظل صامتا، لكنه لم يوحي بصمته، لقد عمل شغل بحياتي. أتعرفون من هو؟ إنه السرطان. أظلمت الدنيا في عيني، أسودت الدنيا، ودخلت في دوامة هوايس أفكار إحباط تصديق تكتيب بالمرض، هل أنا مريضة؟ إلى أن قرر سفري إلى الخارج. سافرت إلى الأردن بصحبة زوجي العزيز غالب الذي أكن له كل حب وتقدير. أخبرني الطبيب هناك إني مصابة بسرطان الثدي. نزلت كلماته كالصاعقة على رأسي، لكنني استسلمت للأمر. بعدها عدت إلى أرض الوطن ولكن بشكل مختلف، جسم نحيل لون أسود، رأس أكرع، قوى خاوية، لا أقدر على المسير. بس نتذكر صديق الحميم اللي هو يسهر معي ليل ونهار، أتعرفون من هو لأداني؟ إنه الطراش. لم يجعلني لا أنام لا أكل لا أشرب، عام ونصف عام وأنا طريحة الفراش. لما يربوا بي عيادة يلفوني بالبطانية ويحملوني كالطفلة. بعدها جاءوا الناس يزوروني والحريم يان يزورني وكساعة أحد، ونقول مالهم داش تقول لأني بموت. قال لو سمعت واحدة تقول دل فيها سرطان، مسكينة بتموت، سرطان ما يخلي حد يقوم، شو حكيها خلاص، شو شكلها قرب الرحيل. وأنا أقول في داخل نفسي، أمعقول سهل الطفلة التي تحدث التحديات والعقاب والصعاب وهي في عمر 14 أقوى من سهالة البالغة؟ لا لا يا سرطان، سهالة معك والزمن طويل. أتذكر يوميا عند الحريم والميلس ملان ملان، قال له ده وأبغى حد يتكلم، أبغى حد يقول كلمة. هذا حين المجتمع ده احباط، بس
بالمريض وبالمرض ما حساكتين. قلت دحين بضحك بوكن. ألا كلهم يعينون لي نفس تياسي حسبوني واه ببكي والله شيء. ألا خلصت النقبة ورويت مسلقة حق اللماعة. واحدة تقول لي كفاية دحين وين بنوسيش تواسنان. قلت لا أيوة بعد شفت ريولي ده شو هكمل مساويك من المرض يلد العظم. لكن قدني بخير أسابقا وبسابق منى وهدى اختر التتين. حتى اللي اختر ديل التتين هم هنسمان ما بيعرف هنسم بس بقى. بعد فترة ما شاء الله قلني خلاص نسير كما قلنا هالمكلم نشق عقلني بالسترة. قلت له زين شوف ننسير. جالي خبر واحدة زميلتي قالوا لي زميلتش مصابة بالسرطان. قلت لا لا بروح بزورها تحدي وإصرار. وأنا كل يوم سيرك مسفين اللي تتريح بروح بروح ما في مفر. يا زوجي العزيز اسمح لي أروح. قال إيه يا حرمة مجنون أنت تروحين أنت بطريقة. قلت له خلاص الآن قلني نمشي قلني ها. قال لا لا ارتزعي في بيتك وارتاحي. قلت له تهمك راحتي راحتي شوفها في زيارة المريضة أختي. استعطفت تعرفون الحريم شوية. الصباح قلت له يلا. قال لي يلا مسوك بي وذاك المسك اللي لقيه فيه وافز آن انطق عليه نتكسر ونقوم نخسره الجبس ثاني مرة عليه. وصلنا خليته تحت البيت رقت على باب المريض ودخل. قلت ها انتي؟ قلت له ايوه انا. ايش فيه انا بخير شفيني ها امشي امشي. وانتي ستصبحين بخير بتقومين معي في طابور النايات عني بشلش زيارات. اوه مسكينة لو شفتوا الفرحة كلام يريحها. وشفت بعيني شفت بريق أمل في عينيها. تشجعت وحسست بشحنات سلبية خليت مني روح تبين. قلت لهم هذا طريق زين خلاص زيارات زيارات. ما بعدين قلني ها كل ما دريت بحد نخب نخب خب والله في الطريق ذاك حقنا المعروية حق المكلة اللي تعرفونها. بعدها احتضنتني يا جماعة أختي والله صاحبتي احتضنتني مؤسسة حضرموت لمكافحة سرطان أمل. ورتبت مسيرة حياتي العملية. وبعدين قلنا احنا في زيارات كتر بيوت ومنازل وذا وكوننا رابطة سنة أساسات تعرفين حنا جات. قلت اوكي بياقات وايدات ويبن ابوها انغرفة وقلنا له يلا عمل يا شعب. قلنا احنا نخري بعدين مع عدكت فين بسند المكلة. أسسنا هذه الرابطة المنبثقة قبل ما أسست حضرموت مكافحة سرطان أمل وهي أول رابطة في المكلة بل في حضرموت بل في اليمن كله. لم نكتفي بسند في المكلة عملنا سند في دوعن في حضرموت في المهرة نزلنا عشاق وعشاق العمل الطوعي وكوننا رابطة. بعدها المؤسسة شافت عمل الرابطة الجبار شهرت هذه الرابطة. عملنا حفل كبير في قاعة الملكة بالمكلة وحضروا وفود من اليمن وخارج اليمن. سرطان الثدي زعقت بأعلى صوتي لأرسل رسالة للحضور وللعالم أجمع. بعدها نزلنا النزولات وعملنا في سيئون في كل مكان. ما بعدين سالوا صاحباتك ما البدو الرحل خلاص. بعدها
قلنا كيف بنحل هذه الرابطة؟ عملنا لهم دورات مكثفة في الخياطة، في التطريز، في ما شاء الله، يعني مرة بدو زيارات لهناك، وعملنا ده البرامج من البرامج الفعالة، برنامج سبرينغ بورد، تطوير ذاتي للمرأة، وأهلنا مجموعة كبيرة من المناجيات، خليناها نخرين سوق العمل، خليناها نشتغلن خياطة كوافير، وأسسنا مشروع مركز أمل للخياطة والتطريز والدورات. بعدها قلنا لنثبت للعالم أجمع أن المرأة الناجية مرأة كغيرها من النساء، قادرة على البذل والعطاء. وهذه من إنتاج الناجيات والمساندات، وأنا نموذج حي لذلك. بعدها قلنا طيب يني الناجات ودال المرابطات مساكين على الأسرة ما نعملها، لازم نعمل شيء. خطرت فكرة لامعة، من وين؟ من رابطة السند الذاتية لدعم الناس لمريضات السرطان، وهي مشروع الوقف الخيري لمريض السرطان، استقطاع كل حسب همته تحت الشعار قليل دائم خير من قطير منقطع، وهو في بداية مشواره، ونأمل نأمل أن إن شاء الله يشوف طريق النور. طيب دحين يا مقبلان لهلكم الكبار مشان أحكي لهم إنجازاتي ومعاناتي، لا لا لا، أقدم لكم رسالة، رسالتي أن أرى المرأة اليمنية أكثر قوة وثبات لتقبل المرض دون خجل. رسالتي أن يعي مجتمعي إن داء السرطان داء كأي داء، له دواء وقابل للشفاء. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. يمن بلا سرطان، ودمتم في صحة وسلامة.